النهارده بالصلاه على النبي الجمبري ده عامل 50 جنيه 50 جنيه حد يصدق الجمبري ده ب 50 جنيه ارخص من الفول والطعميه حاجه ببلاش بلاش الاوروب نيجي من اسماعيليه الجمبري ده من اسماعيليه وب 50 جنيه معاك شهر كمان عشان شهر كمان عايز بقى لنا 3 شهور شغالين بالارقام دي النهارده الشهر الرابع تمام هو الجمبري ده بيبقى صيفي بس مش شتوي يعني انت عايز تاخد وتخزن طعم بالصلاه على النبي وعايز اقول لك على حاجه هروح بعيد بيه اهو اهو ادي الجمبري اهو بيتقشر اهو تعالى لي كده اهو اهو ادي الجمبري ده كيلو جمبري بيصفي نص كيلو لحم كيلو جمبري بيصفي نص كيلو لحم ماشي لو جينا بالليل ولمينا العيال حوالين مننا وعملنا شويه سندوتشات النهارده لما مصر هنتعشى هنجيب ايه؟ هنجيب فول وطعميه وجبنه ب 100 جنيه ده احنا ممكن ناخد 2 كيلو جمبري من دول ونقشرهم على الاقل المدارس داخله الناس المدرسين الناس الطلبه والتلاميذ يزود نسبه الذكاء عند الطالب اكلوا عيالكم جمبري قبل دخول المدارس عشان العيال تعرف ايه الذكاء بتاعها يشتغل وتعرف تنمي لا احنا ممكن نجيب صينيه جميله نجيب شويه زيت قرنين فلفل ببصلايا وطماطمايه بالبهارات بتاعتنا وشوحناه بسم الله ما شاء الله بألف انا وشفا.